بالتعاون مع الصندوق العربي للثقافة والفنون آفاق، أعلنت منصة نتفليكس للأفلام عن تقديمها منحاً لخمس مخرجات عربيات لمساعدتهن في إحياء أفلامهن بهدف دعم أعمالهن الوثائقية والروائية. وتأتي هذه الخطوة كجزء من صندوق نتفليكس لدعم المواهب الإبداعية. ومن المخرجات الخمس المنتجة والمخرجة المغربية أسماء المدير التي كانت تعمل في فيلم وثائقي لها منذ شهور عندما ظهر فيروس كورونا، فتوقف حلمها في عرض فيلمها على الشاشة الكبيرة. وكان من الصعب جدا الحصول على تمويل ودعم لمشروعها كذبٌ أبيض خلال اضطرابات فيروس كورونا حتى ظهور صندوق نتفليكس لدعم المواهب الإبداعية. أظن أن هذا الدعم كان بالنسبة لي مساعدة لبروز المرأة وراء الكاميرا ولتمثلات المرأة العربية، خصوصا نحن نعلم أن الكفة غير عادلة بعض الشيء، لكن هذا النوع من الدعم يأتي هنا لتعديل هذه الكفة لبروز مخرجات ومنتجات عربيات في صناعة الفيلم بالمنطقة العربية. صندوق نتفليكس لدعم المواهب بالاشتراك مع مؤسسة آفاق أعلن عن تقديم منحة لمرة واحدة لخمس صانعات أفلام عربيات بهدف إحياء مشاريع أفلام لهن وتعزيز دور المخرجات والمنتجات في المنطقة. الدعم مع نتفليكس طبعا بالنسبة لهم بيفتح لهم أبواب، طبعا أنت كمان عم تحكي على غيرهم، يعني طبعا هيدو حيكون البداية مع هيدول الخمس منتجات والمخرجات اللي موجودين على الشورت ليست، بس هيدي حتكون بداية إنه أنت عم تفتحي عن طريق نتفليكس بوابة لكل كاتب وكل مخرجة وكل منتجة ما عندها فرصة إنه يكون في إلها دعم، حتلاقيه موجود، حتلاقي إنه نتفليكس حتقدر تساعدها بهاي الناحية. وستحصل المخرجات الخمس المختارات وهن من لبنان وتونس والمغرب على منحة لمشاريعهن الفردية الخيالية والواقعية، وتأتي المنحة كتقدير على جهودهن لتعزيز دور المرأة في مجال السينما. من بعد الثورات العربية اللي بلشت من 2010 صار في حضور كتير كبير للنساء لا سيما بمجال الفيلم الوثائقي، وبالتالي دعمهم اليوم هو اكنولجمنت او اعتراف بالشغل اللي عم يعملوه، واقل انه نحن عم نحاول انه يعني نكتشف مواهب هي اصلا مش موجوده، المواهب موجوده، الشغل اللي عم يعملوه كتير كبير ومهم. ومنحة صندوق نتفليكس التي تبلغ قيمتها 250 ألف دولار تريد من خلالها توفير مزيداً من الفرص للنساء والمجتمعات الأخرى الممثلة تمثيلاً ناقصاً، إذ تأسس صندوق نتفليكس لدعم المواهب الإبداعية بهدف توفير فرص أكبر للمجتمعات الأقل تمثيلاً في صناعة السينما والتلفزيون. أقطع هذا منيح، بس خليني أشوف بين اثنين شو.